هذا دعاء خاص لأنوار محمد خلايلة من سخنين، شافاها الله وعافاها. اللهم يا من تعيد للمريض صحته، ويا من تستجيب دعاء البائس الضعيف، أسألك أن تشفيها وتلطف بجسدها وتكتب لها الشفاء العاجل يا أكرم الأكرمين. أذهب البأس عنها يا رب الناس، واشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما أبدا. أذهب البأس عنها يا رب الناس، بيدك الشفاء ولا كاشف لها إلا أنت يا رب العالمين. الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وللحمد أهله، وهو على كل شيء قدير. وسبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما أبدا. اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما أبدا. اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.